الطريق إلى صنعاء وعرة وصعبة، لكنها الدرب الوحيد أمام خيار استعادة الدولة من قبضة الميليشيا. منطقة أخرى ويوم آخر في معارك استعادة محافظة صنعاء المحيطة بالعاصمة. مقاتلو المقاومة والجيش الوطني على مشارف فرضتهم، أحد المواقع الاستراتيجية المهمة في بوابة صنعاء. هذه النعيمات، هذه العبادل، هذه الفرضة، فرضة نهم، هذا المحول. قبلها سيطرت المقاومة على مفرق الجوف والحمرة وجبل الحول. ليست مجرد مواقع وسلاسل جبلية، إنها ببساطة خط الدفاع الأول عن الفرضة، ومثلث يضم خطوطا رئيسية تصل بين محافظات صنعاء والجوف ومأرب. يوجد في الفرضة معسكر تابع للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، وتراهن عليه الميليشيا في صد أي تقدم للمقاومة نحو الفرضة. لكن قوام الجيش وتجهيزاته العسكرية والدعم الجوي الذي يحظى به أسقط كل الرهانات، فقد صار المعسكر بين فكي كماشة. وفق المعطى العسكري، فقد صارت نهم كليا تحت سيطرة قوات الجيش الوطني ومحطة لالتحام مقاومة نهم بمقاومة أرحب. الخطوة التالية بني حشيش، ومن ثم العاصمة. اقتراب المقاومة بهذه السرعة وفي ظل ضراوة المعارك التي خلفت دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، يشير إلى أن حسم معركة صنعاء لم يعد مجرد تخمينات. إنها معركة تدار وتعني فيما تعني لف الحبل حول عنق المخلوع صالح وحليفه الحوثي. المنتظر في الساعات القادمة ما إذا كان الجيش الوطني والمقاومة قادرين على تجاوز عقدة المعركة واحتمالات تداخلها بصورة أو بأخرى. فالمؤكد أن استعادة العاصمة صنعاء سيفضي إلى انهيار تام في بقية الجبهات باعتبارها مركز التحكم والسيطرة والمال.